على خلفية الإشارات الإيجابية بشأن إمكانية استئناف المفاوضات المتعلقة بالنووي الإيراني من جهة، والتوتر على الحدود بين أذربيجان وإيران من جهة أخرى، يقوم حسين أمير عبد اللهيان بأول زيارة له إلى موسكو بصفته وزيرا لخارجية بلاده. لكن الملفات ذات الاهتمام المشترك بين الشريكين اللذين تشهد التجارة بينهما نموا ملحوظا في الأشهر الأخيرة أكثر وأوسع، وتبدأ بالعمل المشترك في سوريا ولا تنتهي بدعم جهود الحوار في الخليج بين إيران وجاراتها في المنطقة. في الشأن النووي، أظهر وزيراء الخارجية الروسي سيرجي لافروف والإيراني حسين أمير عبد اللهيان توافقا على الثوابت، ولا سيما بعد الإشارات الإيجابية التي تلقتها موسكو وطهران من واشنطن. موسكو وطهران متفقتان على أن المفاوضات وفق منصة فيينا يجب أن تستأنف في أقرب وقت ممكن، والجانب الإيراني كما أكد لي زميلي على استعداد لذلك. تلقينا رسائل من وسطاء كلفهم الأمريكيون، وكان جوهر هذه الرسائل هو أن الأمريكيين حاولوا التأكيد أن السيد بايدن المحترم يعرب عن نوايا جادة لتنفيذ خطة العمل الشاملة المشتركة. أما في ملف جنوب القوقاز فقد أبدت روسيا تفهما للقلق الإيراني، لكنها في الوقت نفسه قدمت وصفة لمعالجة الموقف. لقد أدت روسيا دورا جوهريا في إنهاء الحرب بين أذربيجان وأرمينيا، وقد عرضنا على شركائنا الإيرانيين مبادرة الشراكة الإقليمية وفق صيغة 3+3 دول المنطقة الثلاث، أذربيجان وأرمينيا وجورجيا، والدول الثلاث المجاورة لها أي روسيا وتركيا وإيران. عبرنا للافروف عن قلقنا من الأوضاع في جنوب القوقاز، ولا سيما تجاه بعض الإجراءات غير القانونية، ولدينا خيبة أمل من بعض الدول المجاورة لنا، لكننا لن نتسامح مع محاولات إحداث تغيير جيوسياسي في المنطقة. أجندة مباحثات موسكو تضمنت ملفات أفغانستان وشمال أفريقيا واليمن، حيث الكثير من أوجه التنسيق والتعاون بين البلدين. بيد أن ما ظل وراء كواليس المباحثات خريطة الطريق للتعاون الاستراتيجي بين البلدين التي وعد عبد اللهيان بعرضها قريبا على الجانب الروسي. سلام العبيدي، موسكو، الميادين.